الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Alors les sont 13, on va dire qu'il y en a rien, mais les affaires là-dedans, simplement, singulier, pluriel, et là, nous, masculin, pluriel. Nous rendons des voix, nous brisons les voix, ensuite nous rendons au sein du chapitre. هذا طالب هؤلاء الطلاب هذا سوبريال سي هؤلاء هذا هذه تولدي سوبريال سي هؤلاء this سي these هذا تاجر هؤلاء تجار هؤلاء تجار هذا حاج حسنا حاجي هؤلاء حجاج هؤلاء حجاج هذا رجل هؤلاء رجال هؤلاء رجال رجل رجال هذا كبير هذا كبير هذا كبير هؤلاء كبار كبير كبار هذا صغير سابتشي سابناتشي هؤلاء صغار كبير كبار صغير صغار أنا بيان جي يبا قوان بيان كتسوز اكزاكتمون دوسون هذا قصير هؤلاء قصار قصير قصار هذا طويل هؤلاء طوال هؤلاء طوال هذا ولد هؤلاء أولاد ولد أولاد هذا ابن يجهاد ابن هؤلاء أبناء ابن أبناء هذا عم تشا هؤلاء أعمام دميم عم كم من على دي عم دمين أعمام دكتوي دمين بارك الله أعمام هذا عم هؤلاء أعمام these أبن سيبن تشا هذا شيخ هؤلاء شيوخ شيخ شيوخ okay سنجيس هذا ضيف هؤلاء ضيوف ضيف ضيوف هذا زميل هؤلاء زملاء لالشانسون لا زميل زملاء هذا فقير هؤلاء فقراء فقير فقراء هذا غني هؤلاء أغنياء ريتش هذا رجل غني هؤلاء رجال أغنياء هذا رجل فقير هؤلاء رجال فقراء هذا صديق هؤلاء أصدقاء صديق أصدقاء هذا طبيب هؤلاء أطباء طبيب أطباء طبيب يعني دي بلا أطباء دي بلا بي أطباء هذا فتاة هؤلاء فتية فتاة فتية هذا أخ فخير هؤلاء إخوة هذا أخ هؤلاء إخوة أخ إخوة هذا مدرس هذا جديد هؤلاء جدد جدد دال 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 هذا جديد هؤلاء جدد هذا مدرس هؤلاء مدرسون مدرس مدرسون هذا مهندس هؤلاء مهندسون
مسلم مدرس المدرسون، مهندس المهندسون، هذا فلاح، هؤلاء فلاحون، هذا مجتهد، يعني مجتهد في بوكوزيفو، هؤلاء مجتهدون، هذا مسلم، هؤلاء مسلمون. فينا نعم بس اي نو في نيميرو دي. هذا الرجل، من هذا الرجل؟ هو حاج. هو this man، إذا حاجي كسنا ساجمون لا ين حاجي البلوريال. من بمن؟ هذا من هؤلاء الرجل، الرجال، هو منهم، حاج هجاج. من هذا الرجل؟ هو حاج. من هؤلاء الرجال؟ هم حجاج. ثانيا بلوريال. من أين هذا الطالب؟ From where is this student؟ هذا الطالب، this student. من أين هذا الطالب؟ يبقى سا سازيلا سوتي. هو من الهند، he's from India. من أين هؤلاء الطلاب؟ هم من الهند. من أين هؤلاء الطلاب؟ هم من الهند. أنا أجيب سلالة. أين التاجر الكبير؟ كنت سأل غران كمية صنع؟ هو في السوق. He is in the market. كنت سأل غران كمية صنع؟ إذا بازار أين التجار الكبار؟ كنت بان غران كمية صنع؟ هم في السوق. زد بازار. أين التجار الكبار؟ هم في السوق. أين المدرس الجديد؟ كنت نوفو بروفيسيرا. هو عند المدير لشي ديريكتير. أين المدرسون الجدد؟ جديد جدد. أين المدرسون الجدد؟ هم عند المدير. أين الطالب الجديد؟ أهو في الفصل؟ كت نوفو إتيديان لا إسكيلي دون كلاس. أين الطلاب دو؟ أين الطلاب الجدد؟ أهم في الفصل؟ أهم في الفصل؟ كت بان نوفو زليلا إسكيلي دون كلاس. أهذا الطالب غني؟ أهذا الطالب إسكي سأتجنى غني لغش. أهذا الطالب غني؟ لا، هو فقير. نو لبو. أهؤلاء الطلاب أغنياء؟ لا، هم فقراء. أهؤلاء الطلاب أغنياء؟ لا، هم فقراء. من هذا الرجل؟ وضيف. سنهاجم الله ضيف لأن أبيتي. من هؤلاء الرجال؟ هم ضيوف. سنهاجم الله سنهاجم أبيتي. من هؤلاء الرجال؟ هم ضيوف. لي أخ كبير. وين أن؟ أن غران فير. وين أن؟ أن غران فير. هو طالب بالجامعة، يعني تجاء لنبيرسيتي. لي وين إخوة كبار؟ وين بان غران فرير. لي إخوة كبار؟ وين بان غران فرير. هم دي أو ستودنت. هم طلاب بالجامعة، زبان تجاء لنبيرسيتي. أين صديقك؟ صديق لبن أصدقاء. كتو كامارات، كتو بان كامارات. أين صديقك؟ أين أصدقاؤك؟ ذهب إلى المكتبة. He has gone to the library. They have gone. ذهبوا إلى المكتبة. أين صديقك؟ كنت كامارات. ذهب إلى المكتبة لفينال ليبريري. أين أصدقاؤك؟ ذهبوا إلى المكتبة. محمد له ابن صغير. محمد له ابن صغير. محمد لن تشتغل.
هو الطالب في المدرسة he is a student à l'école. محمد il y en a beaucoup de enfants, de garçons. محمد له أبناء صغار. محمد il y en a des enfants. هم طلاب في المدرسة. هم طلاب في المدرسة. أزميلك مجتهد. Est-ce que ton classmate lit? Quoi appelé? Hard work. Hard work. Il travaille. نعم هو مجتهد. Oui, il fait des efforts. أزملاءك مجتهدون. Est-ce que ton camarade fait des efforts? Fait des laborieux. نعم هم مجتهدون. واجب دوار أضف الأسماء الآتية. أضف الأسماء الآتية مرة إلى اسم ظاهر وأخرى إلى ضمير كما هو موضح في المثال. أبناء أبناء محمد أبناؤه. أسماء أسماء الطلاب أسماؤهم. زي ما تبين هذا كان واو مبالغة وجاء واو كتير. زملاء زملاء حامد زملاءك واو كتير يابا. أصدقاء أصدقاء المدرس the friends of the student of the teacher. أصدقاء المدرس the friends of the teacher. أصدقاء his friends. سبحان كمعاد سبحان كمعاد. نبغوك اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتية مثله في البعض سنجلي بغيال. الطالب ذهب إلى المطعم. الطلاب ذهبوا إلى المطعم. فأنزلي من restaurant. مطعم منزل restaurant. الطالب جلس في الفصل. The student sat in the class. In the class. زليفين assis dans class. الطلاب جلسوا في الفصل. بنزيلا إن أسيد في الكلاس. المدرس خرج من المدرسة. بروفيسور إن سورت دي بي ليكول. المدرسون خرجوا من المدرسة. التاجر ذهب إلى السوق. التجار ذهبوا إلى السوق. يجي بيصير هنا هو بعد وجه بيصير معه بس كده زوج كده زوج اقرأ وقته باتي. الطلاب في الفصل. الطلاب في الفصل. بنزل لا دون كلاس. من هؤلاء الأولاد؟ كيف من زعم على سا؟ أهم أبناؤك؟ they your sons. Est-ce que c'est un garçon? لا هم أبناء أخي. No, they are the sons of my brother. C'est un garçon, mon frère. من هؤلاء الناس؟ كيف من جمون ناس؟ ناس جمون بنا سنجد. ناس people. من هؤلاء الناس؟ كيف من جمون ناس؟ هم حجاج من تركيا. سبان حاجي دبي تركي. أين التجار؟ أين التجار؟ Where are the traders؟ كنت بان كوميسا ذهبوا إلى السوق. أنا في نال بازار. من هؤلاء الرجال؟ من هؤلاء الرجال؟ كسمان جمناسا كسمان أملاسا. هم ضيوف. They are من كاس. الفلاحون في الحقول وأبناؤهم في المدرسة. الفلاحون the farmers في الحقول دان شام. حقل حقول حقل حقول شام. وأبناؤهم إزبان زنفان إزبان غاسون في المدرسة دي عليكول. أين الطلاب الجدد؟ جديد جدد. أين الطلاب الجدد؟ Where are the new students؟ كتبان نوزيليبلا. با
بعضهم في الفصل وبعضهم عند المدير. Some of them are in the class and some of them are at the director. Certains épisodes, la classe est dans le balai du directeur. أعمى مين؟ عم أعمام أعمامي مبان تشاتشا مبان تشاتشا تجار كبار مبان تشاتشا سبان غران كوميرسان. هؤلاء إخوتي. These are my brothers. سمعنا سي مبان غير أخن إخوتي أخن إخوت إخوت إخوتي سيبوني بوقع في منهم لأن أخوات سيبوني هؤلاء إخوتي. These are my brothers. أين أبناؤك يا علي؟ كنت بنقصه علي. أبناء أبناؤك كنت بنقصه علي. هم في الدكان. They are in the shop. زدان وبلي أبو تشيك. الطلاب الكبار في الملعب والطلاب الصغار في الفصل. Un grand élève dans la plaine, un petit élève dans la classe. الطلاب الكبار في الملعب والطلاب الصغار في الفصل. هؤلاء الفتية إخوة. هؤلاء الفتية سرنجنا إخوة. They are brothers. أبوهم إمام هذا المسجد. The papa c'est imam de ce masjid. فبابا إمام هذا المسجد فيها مضاف مضاف إلينا واجد بن لودي إمام المسجد إمام هذا المسجد إمام سامات إمام إمام هذا المسجد إمام of this mosque. C'est pas Moudar de Soul Fasli. On verra pas verra, allez. Pas verra. Il peut être numéro 1 avec qui vous 56 à 56. Il y a le temps de l'or. Moudar de Soul Fasli. Moudar de Soul Hadal Fasli. Moudar de Soul Hadal Fasli. Et pour essayer de dire ça, classe là, ça veut dire conducteur, ça veut dire chauffeur, ça veut dire Sayyaradi, ça veut dire Sayyaradi, ça veut dire تلك السيارة دي the driver of that car the driver of that car. Okay. Okay. لا كنا قبلة. واحد. 13. الله استغفر. هؤلاء الرجال فلاحون من قريتي. هؤلاء الرجال سمن ميشيلا فلاحون فارمرز من قريتي from my village from my village. Okay. اين الطلاب الجدد قد بنوا تيتيالا أخرجوا اسكبنا في سوتي نعم خرجوا وذهبوا إلى المكتبة وي منان سوتي زوجينال لبغيري. أهؤلاء الأطباء مسلمون. Are these doctors Muslims اسكي سمان بنسانا مسلمة نعم هم مسلمون سبان مسلمة. لي أبناء صغار وينا بان بيتي قوس petits enfants. بعضهم في المدرسة الابتدائية وبعضهم في المدرسة المتوسطة. Certains parmi banada en primaire, certains parmi banada en متوسط. متوسط زي en primaire secondaire qu'on nous bénit. Comment on appelle ça? Ouais, ça continue en primaire secondaire ici. Là-bas, il y a ابتدائية, متوسطة, après, ثانوية.
هنا ان ولا بلا ان بريميك زي مودي هذا هنا دي ام جي فقط ساتي ها بقى ها ميجي دي دي على الباقي دي ما بقى ساتي ولا لا هاي اكتب جمع الكلمات الاتيه كبير كبار مسلم مسلمون رجل رجال ابن ابناء ضيف ضيوف فتى فتية حاج حجاج أخ إخوة صغير صغار طويل طوال غني أغنياء فقير فقراء okay. Elles sont numéro 13B. Il y a un féminin. Ce qui est masculin et féminin. Il y en a un. Il y en a un explication. Tu vois. Allez, nous lire pour nous expliquer. Man ha'ula'il fatayatu ya Maryam hunna zamilati. أخوات هن نعم هن أخوات من أبوهن أبوهن الشيخ بلال وأمهن أستاذتي أين بيتهن بيتهن قريب من المدرسة That's all من أبس كسر سام تلسان ألو Première question, pourquoi nous parlons de son super? Et Kada et Kadi, tu es éliminé à Rwanda. Je suis désolé. Ça va quand même. Allô, à Stephen. Ça aussi, je vais expliquer où a ce petit rêve home. Je vais expliquer. Il y a ce petit rêve Hunna. Je vais expliquer. Correct? Ka, ce petit rêve comme. Ki, ce petit rêve Kunna. Je vais expliquer ça. Correct? Après. Et là. Les noms sont fatatun, fatayatun, zamilatun, zamilatun. Ok. Fata, c'est masculin. Ce pluriel, c'est fiyatun. Asana, fatatun. Ce pluriel c'est Fatayatun. Fatayatun. Pas une jeune fille. Zamirun. Zumahlaou. Zamilatun. Levin. Zamilatun. Et ça, je trouve beaucoup moi. Mais dis Ensuite, il y a... Alors, je vais expliquer. Akhoun, c'est masculin, frère. Ce pluriel, c'est... Ikhwadun, Akhoun, Ikhwadun. Sœur, c'est Ukhtun. Ce pluriel, c'est... Akha... Wadun, Akhoun, Ikhwadun, Ukhtun, Akha, Wadun, Akha, Wadun. Alright.
Allez, l'expliquer, c'est tout. Pardon, la question. من هؤلاء الفتيات يا مريم؟ كسمان جن في لاسا ومريم فتاة فتية فتاة فتيات كسمان جن في لاسا هم زميلاتي زميل زملاء زميلة زميلات زميلاتي وبن رسمي وبن تمهد أخواتهن أخواتن هن اسكي بانشير all sisters they are the sisters أخواتن هن اسكي بانا بانشير نعم هن أخواتن we they are sisters من أبوهن أبي أبوك أبوك أبوه أبوها أبونا أبوكم أبوكن أبوهم أبوهن كسنا بنجد بابا أبوهن الشيخ بلال بابا الشيخ بلال أمهن أستاذتي their mother is my teacher the mama أمي وماما أمها her mother أمها أمهن their mother شب ماما أستاذك أين بيتهن بيتي ملاكاز بيتك بيتك بيتو بيتها بيتنا our house بيتكم بيتكن بيتهم بيتهن their house كنت تكاز بيتهن قريب من المدرسة The house is near the school. That's all. Okay? Fina na hai. Apo aur kwa jia prache. Toh, get mo get yung fermi la la. Vit ba dia bus. Ali. Talib bintun banatun. Talibatun talibatun. Mudarrisatun mudarrisatun. Tabibatun tabibatun. Muslimatun muslimatun. Zawjatun zawjatun. Ukhtun akhawatun. فتاة فتيات فيسبك جديدة جدد كبيرة كبار صغيرة صغار طويلة 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 C'est un adjectif réparé pour masculin et féminin. Correct. Je dis At-Talibu Tawilun. Tawil, c'est un adjectif. Quand le pluriel lui at-tullabu twi-warun at-talibatu twi-la-tun at-talibatu twi-warun Pareil, c'est mal dit bien, c'est un patou. Patou, et elle nous en sait. Al-Mudar, Al-Mudar, Rissou, Jadidun. Ok? Al-Mudar, Rissou, Jududun. Jududun. En sira, neuf. Al-Mudar,
قصة جديدة. شنو هذا؟ المدرس الجديد. نتيجة شنو؟ المدرس الجديد. الطالب الطويل. الطالب الطويل. الطلاب الطوال. الطالبة الطويلة. الطالبات الطوال. المدرسة جديدة. المدرسة جديدة. من أصلها لا جد نف نبل. Okay. C'est tout. Alors, je vais aller voir. C'est un jour où il y a les sons. D'abord, il y a des sons. Ok, je vais aller voir.